بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الميامين المظلومين الغرباء النائين عن الأهل والأوطان. صلى الله عليك وعلى وصيك وولي الأمر بعدك، مولاي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة المطهرة الزاكية الزكية الحوراء الإنسية سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الإمامين الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، خصوصا آخر الحجاج، ومن به نطلب من الله النصر والفرج، إمام زماننا وناموس دهرنا، صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أبن يا دهر عذرك لي، فإني وجدتك غير بر بالكرام، كغدرك في بني الهادي علي غياث الخلق في الأزم العظام. رميتهم بسهم الغدر ظلما، كرمي الصيد في البلد حرامي، فبعض في السجون قضى، وبعض هي بحد السيف دام يثرى دايامي. فؤادي كل يوم في التهاب، ودمعي كل يوم
في انسجامي عليهم لا على طلل محيل أصات بأهله داعي الحمامي. عظم الله لك الأجر يا فاطمة، ما أكثر أولادك الذين ضرجوا بالدماء وسقوا السم. آخ آخ، فلهذا كانت لابسة لجلباب الحزن ومتلفعة بملفع الأسى على أولادها النوح. يا زهرة على منه تنوحين، ناحج على المسموم، لا ناحج على حشد. حنة نادت والدمع بالخد بادي. إن تسألون يا خلاك كلهم أولادي، لكن مصابح حسين ساطفي أفاك. كل المصايب هونت مصيبة حسين. أنا أبجي على أولادي قضوا بالسيف والسيم، وابشي على ابوهم قتيل لبن ملجم. وان تسألوني يا خلايق يا خلايق يا هو أعظم أعظم علينا يا خلايق يا خلايق ذبحة حسين. آخ آخ، أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت تعني. كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، لكن أعظم علي لين عناعي على حسن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة عليها السلام، فإني أنا أبوهم وعصبتهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، صلوا عليه
وسلموا تسليما. سنتحدث حول الآية المباركة وهذا القول الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله في جملة موارد. المورد الأول: ما هو أقسام النسب الذي يترتب عليه ما يسمى بالمحارم؟ ثانياً: ما المراد من العصبة؟ العصبة ما المراد منها؟ ثالثاً: النسب ما أهميته عند العرب في الإسلام؟ وإلى الآن للنسب أهمية كبيرة، فهناك أهمية تاريخية للنسب. ثانياً: للنسب أهمية حتى في الحروب. ثالثاً: للنسب أهمية في الجوانب الأخلاقية. رابعاً: للنسب أهمية في الجوانب الاجتماعية. خامساً: للنسب أهمية في قضايا المواريث. سادساً: في قضايا قتل الخطأ والدية. سابعاً: في قضية الأخماس، لأن قسماً من أو القسم النصف الخمس هم لمن؟ للسادة. ويكون نعرف لماذا نبحث النسب. ثم نتطرق إلى أن نسب رسول الله صلى الله عليه وآله من وين جاء؟ النسل هذا الكثير طبعاً كله بفضل فاطمة سلام الله عليها وعلي سلام الله عليهما، وامتد النسل. لهذا أولاد الإمام بني فاطمة وخصوصاً مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم يعتبر من المكثرين للنسل، وأولاده كذلك يقسمونهم إلى أربعة أقسام: قسم مكثر، قسم متوسط النسل، قسم مقل النسل، قسم رابع دارج، يعني ما خلف مثل، يعني ما عنده عقد. القاسم ما عندنا له البنت هذه، وما عندنا في التاريخ أنه هاي تزوجت وجابت أولاد وشيء كذا امتد نسل، ماكو. ثم نتطرق إلى أولاده، كم عددهم؟ فضلهم؟ أفضلهم من هو؟ طبعاً الإمام الرضا بلا إشكال. ثم نتطرق إلى مولانا القاسم ابن موسى بن جعفر سلام الله عليه. نجي إلى الجانب الأول: خلق من الماء. طبعاً الماء هنا عام، يقصد منه ماء الرجل وبويضة المرأة، يخرج منها، يخلقها من ماء دافق. الماء الدافق يشمل الجانبين، جانب المرأة وجانب الرجل، لا كما يعتقد العرب. العرب الأول يعتقدون أن الولد أو البنت تتكون فقط من الرجل، ما لها صلة بالمرأة، فلهذا كانوا يقولون: ولا يضر امرئا من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. ولهذا هم يقولون بنونا بنو أبنائنا، بناتنا لا، بناتنا بنوهم، بنوهن أبناء الرجال أباعدي. حتى البنت ما كانوا يعتبرونها ولد، ما يعتبرونها من الأولاد. زين، هذا الماء يتكون منه ثلاثة محارم. النوع الأول من المحارم محارم القرابة، إلا هو
الأم الأب الولد البنت وما إلى ذلك. وهناك محارم الصهرية، هذا يسمونه سبب مو نسب، سبب أوجب نسبا. نعم، كأم الزوجة جدتها مثلا إلى انقطع النفس، لو عندها بعد خمس جدات بعد ها هم يعتبرون بعد ما يجوز الزواج بهم. وهكذا أخواتها ما دامت عنده أخت واحدة فلا يجوز الجمع بين الأختين. وهناك نسب بالرضاعة، وهناك محارم بالرضاعة. زيد، فلهذا القرآن ذكر القسمان المعروفان فجعله نسبا وصهرا. زين، النبي صلى الله عليه وآله يقول كل بني أم ينتمون إلى عصبته. العصبة شنو؟ العصبة جمع عاصب، مثل طالب طلبة، طلاب ساعات يقولون طلاب يقولون طلبة، وعند الإفغانيين وعند الإيرانيين يسمون طالبان. طالبان جمع طالب هو في الواقع، طلاب. عصبة جمع عاصب. العصبة شنو؟ هم قرابة الرجل لأبيه، يسمونهم عصبة. أقارب الرجل من أبوه يسمونهم عصبة. ليش سموهم عصبة؟ لأنهم يحيطون به، أحاطوا به. اعصوا صب عليك الأمر، يعني ضاق عليك، أحاط بك. زين، يوم عصيب يعني يوم محيط عليك من كل جانب، مضيق أنفاسك، يوم عصيب. وذلك لأن الأقارب يجب أن يكونوا عصبة، ولهذا أوصى الإسلام بصلة الأرحام. زين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. زين، يعتبر قضية العشيرة تعتبر هيبة وعز، جماعتك عشيرتك قاربك لا تبتعد عنهم، تصير عندك علاقات قوية بيهم. ولهذا قوم شعيب أرادوا يقتلونه، قالوا ولولا رهطك لرجمناك. رهطك يعني قومك عشيرتك. زين، الإمام علي سلام الله عليه يوصينا وأكرم عشيرتك فإنها يدك التي بها تصول وجناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه تصير. لا تقبض إيدك عن جماعتك، عن أهلك. احنا كنا أهلية الحمد لله، كنا أهلية. ها، انت شايف البحرين كلهم أهلية، كلهم أهلية الحمد لله رب العالمين. إما بالقرابة ها بالنسب، وإما بالصهرية، وإما بالرضاعة، الحمد لله رب العالمين كنا أهل. لا تقبض يدك عن أهلك وعن جماعتك، فإنك تقبض يدا واحدة وتقبض عنك أيد كثيرة. هذا محتاج ليهم دلين، هم اللي يحامون عنك بألسنتهم بمواقفهم بأموالهم. تصير منعزل بعيد عن الناس ها، وما يعيشونه من ها من أزمات. إذن النسب مهم، ولهذا شوف العرب اهتموا به. العرب طبعا عندهم حروب وعندهم قضايا وعندهم رؤساء، عندهم رئاسة قبيلة، والقبيلة لابد واحد يكون من نسب معين ها، وعندهم ولاء الجريرة ولاء كذا، وعندهم الخليع الذي طلع من عشيرته وإجا إلى عشيرته. ما علينا من هالحشيش، فبطوا الأنساب. لكن المشكلة في الأيام الجاهلية شنو؟ تقادم الزمن. تقادم الزمن عادة يؤدي إلى النسيان،
اثنين أن العرب في ذاك الزمان لا عندهم لا كتابة ولا قراءة، القراءة والكتابة قليلة جدا، واللي يضبط الشيء ها الذي يقيد العلم الكتابة، نون والقلم وما يسطرون. الكتابة العلم إذا لم يقيد بالكتابة فر. ولهذا يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. ولهذا من نصيحة الإنسان اللي يريد يحفظ، مو بس يحفظ كذا على قلبه، لا، يكتب حتى تتركز ماذا الحفظ في قلبه. وإذا تريد تلقى محاضرة أو شيء، اكتب خطوات المحاضرة، لا تشيلي. على كل حال، أكو أثر أخلاقي. النسب الشريف يا جماعة له تأثير على النفس وتهذيب للنفس، إلا بعد ذاك على قول ذاك اللي ما يستحي بعد هذا وش يسوي فيه بعد. وإلا واحد إذا عنده نسب شريف، شوف لازم يرعى جانب النسب، لا يسوي شيء يسيء إلى نسب، وخصوصا إذا كان من بني هاشم، من بني هاشم، من أولاد علي وفاطمة، تلعب بعد ها؟ بعد أنتون أدرى أنتون السادة ها؟ أنتون عزنة، ساداتنا الغر، من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسبوا، من نسل فاطمة أكرم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب. حافظوا عليها. ولهذا أكو فشيء داخله، أنا سيد، أنا من بني هاشم، جدي رسول الله، ها علي فاطمة دين أشرف الناس، وتاليها أقوم بعمل ها قبيح. إحنا هم كذلك منتسبون لهم، إن لم ننتسب لهم نسبا نحن ننتسب لهم خطا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتقر. احنا هم منتسبين له. ولهذا في زمن الامام الصادق يقولون فد واحد من اصحابه مو سيد عادي، كانما يعمل بعض الاعمال. على كل حال، نبيذ ما شاكر. شو قال له الامام؟ ما قال له اترك هالعمل. شو قال له؟ قال له: ان الحسن من غيرك حسن ومنك احسن. الله. وإن القبيح من غيرك قبيح ومنك أقبح. أنت مرتبط بينا أهل البيت، أهل الطهارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرة، وتسوي هالعمل. هذا إذا أنا خط أهل البيت، فكيف إذا كنت خطا ونسبا؟ يا أخي، المسؤولية تصير أعظم. بعد أكو جوانب اجتماعية، أكو جوانب تتعلق بالزواج، تتعلق بكذا، احترام حتى المرأة التي هي من بني هاشم لها احترامها الخاص، إضافة إلى كونها امرأة وأما وزوجة، لها مقامها كذلك، لها مقامها بأنها تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قضية المواريث، قضية الأخماس، قضية دية القتل الخطأ، هذه كلها مواضيع فقهية تتعلق بالنسب. يعني التفتت؟ ولهذا جاءت له الأهمية. نعم. كذلك من جملة الأمور التي اعتنى بها علماؤنا بالنسب، حفظا لنسب رسول الله صلى الله عليه وآله لأمره. يا أمري، الله يرحمك السيد المرعشي، سيد المرعشي النجفي، هذا في قوم ندخل عليه أذكره، كان يعمم، يعني نودي له الطلبة حتى يعممهم، يسأل أنت من وين من وين، ويطلع عليك النسبة للبحرين، قلتون الأصالة في البحرين، تون أصل، طلع النسب كان بلي. أولا، لماذا نحن
نحافظ على نسب أول نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يدعيه من ليس منه. حرام واحد يقول أنا سيد وهو ما عنده دليل على أنه سيد ومن أبناء رسول الله، ما يجوز. هذا أولا. وثانيا معنى سياسي. شنو المعنى السياسي؟ لئلا يدعي الخلافة بعد رسول الله أحد غير الله. هذا الأزمة اللي نعيشها إلى الحين مع الأسف. الأئمة من بعدي 12 إماما وكلهم من قريش خلفائي. الله، لما فاطمة الزهراء كانت في بطن أمها كانت تحدثها وينزلها ويراها النبي صلى الله عليه وآله تحدث، قال من تحدثين؟ فقالت الجنين في بطني يحدثني ويؤنسني. التفتت؟ كانت تحدث أمها وأمها تكتمه، إذ النبي دخل فقال يا بنت خويلد لمن تحدثين والبيت خلا؟ فقالت الجنين في بطني غدا يؤنسني حديثه. قال بلى هي ابنتي وأنها الأنثى التي قد فقدت بفضلها المماثلة. نزل جبرائيل قال لها يا خديجة، جبرائيل نزل وقال لي هذا أولادك من عدها. الله، 11 ولدا هم خلفاؤه في أرضه. وجاك واحد متفرق، لو ايش تقولون حسن وحسين وأولاد رسول الله؟ عجيب، وش دليلك؟ قال قول الله تعالى ما كان محمد صلى الله عليه وآله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. جيب هذا لهذا، وهي المصيبة. إذا واحد يتدخل في شيء لا يعنيه وما عنده اطلاع، يا أخي هذه آية نازلة في مورد خاص، كان أهل الجاهلية لا يتزوجون بمطلقة أو مخلفة الأدعياء اللي هم يتبنونهم، وهي نازلة في زيد بن حارث الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله لما أمره الله جل وعلا أن يزوجه من زينب بنت جحش بنت عمتها. شمخت بأنفها أنا أزوجني بزيد زين، إلى أن نزل الأمر من الله جل وعلا، حين ذلك قبلت، ولكن جعلت تشمخ بأنفها وتفتخر عليه. ساءت المعاملة فأمره الله جل وعلا بأن يطلقها. النسب الأبوة هذه نسب زين، والنسب لا يثبت إلا بالأبوة الحقيقية، ليست بالأبوة المجازية. وإلا مثل ما يقول المؤرخون أمية هم كان بعد هم كذلك ادعاه عبد شمس أنه قال عنه أنت ابني وهو يقول أنت أبي. هذه أبوة مجازية وليست أبوة حقيقية، والنسب لا يثبت إلا بالأبوة الحقيقية، يكون مانع. نعم. ثم هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، كل المحدثين صلب ذرية كل نبي يقول صلى الله عليه وآله من صلبه إلا ذريتي فإنهم من صلب علي بن أبي طالب سلام الله. أولاد علي وفاطمة وسفكت الدماء، لو ايش تنسبون هؤلاء إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا نسب عيسى عليه السلام إلى إبراهيم وبينه بون شاسع من الآباء وبون شاسع من التأريخ،
يزيد على 800,000 ها 800 سنة أو 1,000 سنة يزيد، ومع ذلك نسبه إليه. ولهذا كان حتى هارون الرشيد التفت إلى موسى بن جعفر لما أقبل هارون الرشيد يريد يفتخر على العرب، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. أقبل الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه. شان تعب عمك، أنا أبوي هذا. التفت إليه، ثار الحقد في نفسه، قال لي تدعون أنكم أولاد رسول الله وأنتم أولاد علي، وإنما المرء ينسب إلى من ينسب إلى أبيه، أبوكم علي، شلون تدعون؟ ايش جاوبه؟ جاوب مسألة شرعية، كان يفتهم، كان يفتهم المسألة الشرعية. يقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث وخطب منك ابنتك أتزوجه؟ قال وأفتخر على العرب والعجم. هذا هارون يقول، قال لي لكن أنا لا يخطب مني ولا أزوج. قال لي ليش؟ قال لأنه أبي وبت بته، شلون يتزوج بته؟ الله سلام الله عليهم. بلي امتد النسل من الإمام الحسين سلام الله عليه أبو الأئمة والتسعة المعصومين المعصومون من ذرية الحسين، من الإمام سلام الله عليه السجاد إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه. خلينا نروح إلى الإمام موسى بن جعفر. موسى بن جعفر سلام الله عليه ينتسب إليه السادة الموسويون عزهم الله. مش قد لهم أثر في حياتنا السادة الموسويون، ها؟ مجددون، مجددون. ويكفينا المجدد الأعظم الإمام الخميني رضوان سلام الله عليه ورضوان الله عليه، ها؟ هذا اللي جدد في الفقه وجدد في تطبيق الفقه، ها؟ وهو الذي أعز الإسلام وأعز دينه وأعز خط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أولاد الإمام موسى مختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول، أكو كتاب يسمونه عمدة الطالب، يقول أن أولاد الإمام ذكور وإناث يبلغون 60، بس هذا قول ضعيف. الرأي الثاني، رأي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، يقول بأن أبناء الإمام سلام الله عليه ذكورا وإناثا بلغوا 37. الرأي الثالث يقول ابن شهراشوب في كتابه الكنى والألقاب، معروف 4 أجزاء، يقول أن أولاد الإمام سلام الله عليه 30 بين ذكر وأنثى، وكلهم من أهل الفضل، كلهم من أهل المكارم. بس ربما واحد منهم كذا يقولون شوية صار خلاف بينه وبين الإمام الرضا، وإلا البقية ما شاء الله كلهم على خط الولاية. يقسمون إلى 4 أقسام، مكثرين، مكثرون في النسل، ومتوسطون في النسل، ومقلون، ولا وقسم لا خلف ما لهم عقل. أما المكثرون فعلى رأسهم السيد محمد العابد، هذا الموجود في شيراز مدفون مع سيد أحمد، والما تدخل سيد أحمد على اليمين هو يصير في الأخير على اليسار، سمونا سيد أحمد العابد لكثرة عبادته. و إبراهيم المرتضى،
هذا يلقب بالمرتضى، وإن شاء الله سيأتينا هذا إبراهيم خلف ثلاثة، موسى وحسين وإسماعيل وموسى خلف ثلاثة، ها واحد منهم يسمونه أبو محمد ها الحسين، هذا يصير جد، ماذا؟ جد السيد المرتضى وجد السيد الرضي رضوان الله عليهم، جد السيدين الجليلين. سيد الرضي هذا شاعر مطبق معروف شعره خصوصا في الحسين سلام الله عليه، ومات شاب عمره 47 سنة رضوان الله تعالى عليه، وألف كتاب حقائق التنزيل وحقائق الأئمة، مجازات القرآن 3، المجازات النبوية 4. أما سيد المرتضى رحمة الله عليه ألف 80 مؤلفة، ولهذا سمي بالثمانيني. الثمانيني لويش؟ قالوا لأنه بلغ 80 وبلغت كتبه 80. أي نعم. وقيل لأن مكتبته تحتوي على 80,000 مجلد. 80,000 مجلد. شقد واحد يتعجب، لا الصاحب بن عباد هذا الوزير أكثر من مكتبته أكبر، وزير 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 عدل، مو وزير ها مال دنيا، ها وزير عدل، عدل الوزير صاحب بن عباد عند مكتبة فيها 114,000 كتاب مجلد، ولا هو المجلدات مخطوطة يعني، مو الآن المكتبة تطلع عليك بالآلاف والملايين، مخطوطة باليد، هذا عنده 80,000 ولهذا سمي بالثمانين رضوان الله تعالى عليه، ويلقب بعلم الهدى. أكو بعض الشهيد رحمة الله عليه عند كتاب 40، لأن احنا علمائنا يكتبون 40 حديثاً 40 بلداً 40 كذا، 40 أدباً آداب الإخوان، 40 حقاً حقوق الإخوان. الشهيد رحمة الله عليه ألف 40، فنقل رؤية. من هو اللي شاف الرؤية؟ الوزير، وزير القادر الفاطمي، لأن في أيام الفاطميين هم هذين. رأى في النوم، كان مريضا، فرأى في النوم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فشكى له ما به من علة، فقال امضي إلى علم الهدى يقرأ عليك إن شاء الله تشافى. قال ومن علم الهدى؟ قال السيد المرتضى. فأخبر بذلك ماذا؟ أخبر السيد المرتضى، قال أنا تسموني علم الهدى؟ علم الهدى جدي أمير المؤمنين، أنا وين وين؟ هذه شناعة علي، ما يصير. فسمع بذلك القادر ها الفاطمي، فاتصل به، قال له ما دام رؤية وهي رؤية صادقة يلا لازم نسميك علم الهدى، ومن ذلك اليوم سمي بعلم الهدى رضوان الله تعالى. هذا من أولاد الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، ومن أولاده سيد أحمد هذا السيد العظيم، والسيد حسين هذا الموجود في شيراز. بس ما دام أنا مريت بسيد محمد عابد، ولو 5 دقائق شدي يستاهل سيد أحمد، لأن سيد أحمد ما يعتنون به البحرين، بس يروحون يزورونه. هذا يا أخي شهيد، هذا خرج هو وجملة من إخوانه، من ضمنهم هارون من إخوانه، إسحاق الفاضل، وخرج معهم من العلويين والطالبيين عدد كبير رجالا نساء كذا، حتى يقول صاحب أعيان الشيعة الأمين رحمة الله عليه، يقول كان الركب يحتوي على 3,000
3000 رايحين يزورون وين؟ يريدون يزورون الإمام الرضا في خراسان. يقول وفي أثناء طريقهم، لأن راحوا عن طريق شيراز، في أثناء طريقهم ما مروا ببلد قالوا ما دام انتم رايحين للإمام الرضا خذونا وياكم، فبلغوا إلى 15,000. 15,000 شلون ركب هذا؟ مو عادي. فمروا على شيراز إلى أن بلغوا إلى منطقة يسمونها خان زينان. زينان من زين، حتى زين جمعها زينان، جمع فارسي. فلما سمع بهم الحاكم شيراز وكان ناصبيا فمنعهم من إكمال السفر. قالوا لي احنا طالعين بإجازة، ماخذين إجازة من المأمون، يعني مسيرتنا مرخصة بعد، لو ايش بعد تمنعونا بعد؟ مرخصة مرخصة. وقفوهم. فقال جاءت الأوامر بماذا؟ بأنكم ما تروحون، أوقفوا. على كل حال في تلك الليلة باتوا في تلك المنطقة وأخذوا يتشاورون مع الجماعة، قالوا لا، لابد من إكمال المسير حتى خراسان. سوى اللعين هذا، هيأ لهم جيشا من 40,000 مقاتل، وتعرف عنده أسلحة وكل شيء. هؤلاء عندهم أسلحة، الأول ما في سفر بدون سلاح، الأول يسافر بسلاح، يسافر بدواء، يسافر بكذا، لأن في قطاع طرق في الطريق كذا، ها يحامي عن نفسه، بس مو سلاح دولة. ها فجرت معركة يا إخواني، معركة دامية، انتصر فيها 15,000 على 4. سووا أكو مكر وخداع وشائعة أشاعوا، الله هذا الطابور الخامس شو سووا يا جماعة؟ أشاعوا بأن الإمام الرضا قد مات. وين وين رايحين بعد؟ الإمام الرضا مات. فخارت عزائمهم وبقي إسحاق وبقي أحمد ومحمد العابد والحسين وهارون بعض الروايات تقول أن هارون لم يكن معهم، وإنما كان مع من؟ مع الركب الأول الذي كانت فيه معصوبة، السيدة المعصومة، وأعطي الأمان وأخذ يتغدى، هجموا عليه وقتلوه وهو يتغدى. أما هؤلاء يقولون لما شافوا أن الناس بعدوا عنهم حين ذلك تخفوا 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 إلى أن دخلوا إلى شيراز، وشيراز بيها كان موالين في ذاك الوقت. فلجأ السيد أحمد إلى دار من؟ إلى دار أحد الموالين، والسيد محمد كذلك، والسيد حسين كذلك. فبقوا مدة طويلة إلى أن العيون انتشرت، فأخبروا بأن سيد أحمد في المكان الفلاني، فجاءته فرقة من الجيش وحاصرت البيت، وصار بينهم قتال، نفر واحد وهم فرقة جايين إليه، صار قتال بينهما. كان يقاتل ثم يخرج إلى الدار، من الدار يقاتل ثم يرجع ثانية ليستريح، ولم يستطيعوا القبض عليه. سووا الأول كانت البيوت متداخلة، البيت ببيت، فسووا ماذا؟ أخذوا بيت الجيران، فتحوا فتحات من بيت إلى بيت، إلى أن جاءوا له من الخلف فقتلوه، وقتل واستشهد في نفس المكان الآن المدفون فيه. عندك السيد حسين، هذاك التجأ إلى المزارع البساتين، ولهذا منطقة بساتين، الإيرانيين يسمونه سيد علاء حسيني، هو حسين هو اسمه، ثم علاء من باب التكريم يعني. واستشهد في ماذا؟ في نفس
البساتين ودفن في البساتين. سيد محمد العابد مات حتف أنفه فدفن في تلك البقعة. وأما القاسم، القاسم من القسم الرابع، عندنا قسم منهم مكثرون بالنسل، عندنا متوسطون في النسل مثل عبد الله ابن الإمام، عبيد الله ابن الإمام، زيد، هذا زيد اللي يسمونه زيد النار المعروف، هذا كان متوسط النسل. وهناك مقلون، حمزة موجود الآن في الري، والحسن والحسين من أبناء الإمام، هم مقلين في النسل. وأما القاسم فلا نسل له، السل بنت هذه فقط، لأنه النسل شنو التكاثر، يعني مو قضية واحد يجيب واحد وينتهي كل شيء، فيبدو ما تزوجت وماتت وانقطع نسل. نعم، وكان سيدا كريما سخيا عالما معروف له مكانة عند أبيه موسى بن جعفر، وكان دائما يقول لو كان الأمر بيدي لجعلته في القاسم، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا، فيبدو له مقام خاص. والتاريخ لا يحفظ لنا شيء عن حياته إلا أنه من جملة المشردين، لأنهم شردوا خصوصا في زمن هارون، فإن هارون تعقب نسل الطالبيين والعلويين، فأخذ يقطع الأيدي والأرجل، يسمل العيون، يبني الإسطوانات، حتى أحيانا يقيمون ماذا يقيمون، ماذا يقيمون ولائمهم على رؤوس العلويين، يعني يخلون السفر على رؤوس العلويين وعلى أجساد العلويين، وبنى عليهم الإسطوانات. وقد اعترف بذلك المأمون، يقول أجدادي سووا في بني هاشم، قتلناهم تقتيلا، شردناهم تشريدا، فقسم منهم ماتوا خنقا، خنقا يعني وين، تحت التراب وفي الأساطين، وقسم منهم رميناهم في الشاط. هاي أجداد صدام، صدام نفس الشيء. شوف تاريخه كم قتل منها من أولاد الرسول ومن المجاهدين، ذبهم بالشط حتى يموتوا غرقا، ففر على وجهه لازما منطقة الشرق، رايح على الشط وين يريد، لأن ذاك عرفه، يعرف أن هاي المناطق مناطق موالية، يبدو الولاء لأهل البيت من ذاك الزمان. فأخذ يسير يسير متخفيا إلى أن وصل إلى تلك المنطقة. هسه بعضهم يسميها باخمرة، بعضهم يسميها سورة، هاي المنطقة سابقا، يعني الاسم القديم للمنطقة التي دفن فيها. فوجد فتاتين صغيرتين تلعبان بالتراب، ها فيما بينهم، فقالت لا وحق الأمير صاحب بيعة الغدير، لا كان الأمر كذا وكذا. قال لها بني ومن تعنين بهذا؟ قالت أعني أبا الحسن الضارب بالسيفين، المصلي للقبلتين، الطاعن بالرمحين، أبي الحسن، أبا الحسن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. التفت إليها قال من رئيس هذه المنطقة، هذا الحي؟ قالت أبي. قال خذيني إلى أبيك. وأقبل هذا الرجل الشريد الشاب الشريد الطريد، فدخل عليه فأكرمه غاية الإكرام وأجله، وعليه علامات الكرامة، وعليه علامات علامات السخاء وعلامات الكرم وعلامات الصلاح،
فبقي ثلاثة أيام ضيفا عليهم. في اليوم الرابع أقبل إلى صاحب الحي الشيخ، قال لي: يا شيخ، لقد سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الضيف يأكل ثلاثة أيام وما بعدها يكون صدقة. أنا ما أحب أأكل الصدقة، يعني ما خبر بأنه من أهل البيت سلام الله عليه. قال: وماذا تريد يا ولدي؟ قال: أريد أن تختار أن تختار لي عمل حتى أأكل من كد يدي. قال: الأعمال كثيرة، وعدنا رعيك، وعدنا زراعك، وعدنا كذا. قال: لا، أنا أريد أن أكون شاقيا للماء. الله، ترى هذه رتبة عظيمة. اي والله، هؤلاء من قوم سقوا. يا الله، عبد المطلب ايش سوى؟ ها، وإها كلهم، هاشم كذلك، ابو طالب كذلك، امير المؤمنين سلام الله عليه، ويمتد الى ابي الفضل العباس اذا كان ساقي الناس في الحشر حيدرا. حيدرًا، ها، إذا كان ساق الناس في الحشر حيدرًا، حيدرًا فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل. قال: أنا أريد أجيب الماي وأخليه في الكيزان، يسمونه كيزان الأول، مكان تجمع الماء، ثم ماذا؟ أقسم الماء على العطاش الحاضرين. فبقي يأتي إلى الفرات، لأن الأول يروحون للفرات ويسقون، يستقون الماء. كان ينظر إلى ماء الفرات فيتذكر ما جرى على جده الحسين: مات عطشانا ضاميا. قال: يا فرات، ما زلت تجري وقد قتل عندك جدي الحسين عطشانا؟ أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنعم الهي بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات أو نهر الفرات لها مهر؟ يرجع الله قضى تلك الليالي عابدا ساجدا، ها، يصلي صلاة الليل كعادة أبا، يمر عليه وإذا يشوف صافا قدمه أعجبه. قال: يا قوم، أنا عازم أزوج هذا، هذا غريب، أنت ما تعرفه؟ قال: والله أنا أريد، لأنه عابد ساجد. زوجه من ابنته وبقي طيلة 3 سنوات رزق بتلك البنت إلى أن دنت منه الوفاة. غريب، ما عنده أحد، ها. فأقبل إليه، شاف آثار الغربة على وجهه، لأن الإنسان في حال الاحتضار، يريد ولد، يريد أبوه، يريد أقاربه، وإذا به آثار الغربة والوحشة على وجهه. قال: لي يا ولدي، من وين أنت؟ قال: أنا هاشمي. الله، أنا هاشمي ومن آل مخزوم، خايف وأتلجى من القاب. قال: لي اطمئن، أنت ابن من؟ قال: أنا ابن موسى بن جعفر. قال: وحياي من أبيك موسى بن جعفر. قال: لي ما قصرت أنت، ما قصرت، ها، وأنت إن شاء الله معنا في الجنة، لكن إذا أنا ميت غشني، حنطني، كفني، دفني، ثم إذا جاء موسم الحاج امضي أنت وابنتك، زوجتي يعني، وابنتي إلى وين؟ إلى زيارة رسول الله. وضعوا هذه البنت على قارعة الطريق فإنها ستندل. وين تروح فعلا؟ ها، حين ذلك غمض عينيه وأسبل يديه وفاضت روحه الشريفة، لا من مناد وقاسما.
دفين غشلها حنيت كفين شيعه ودفنوا. جاء موسم الحج أقبل ذلك الرجل الشريف مع زوجة القاسم وبنت وضعوها على قارعة الطريق وراحت إلى بيت عالي، لكن هذا البيت ليس فيه إلا نساء أياما وأطفال يتامى. دخلت البيت لما رأتها أم القاسم وإذا شمائل القاسم يقول انضمتها إلى صدرها ونادت إنها ابنتي أين أبوك؟ قالت مات في دار غربة. ارتفعت الصيحات ثلاثة أيام بقت. يا الله أويلي أويلي على القاسم بليل الحزن. بتنا على القاسم بليل الحزن. بتنا حرم واطفال حاول يوم. بتنا اظن هالواقف على الباب. بتنا ابوها قضى بديرة اجنبية. اي والله ابوها قضى بديرة اجنبية. بقيت ثلاثة أيام وماتت أم القاسم وهي لم تره وإنما سمعت بموته غريبا ها وحيدا. ما بال أم القاسم ابن الحسن لما جي لها بذلك الولد العريس مفضوخ الهامة. الدماء تسيل من جوانب. أقبل به الحسين جابه مدده ما بين خوته. قعد عدهم يا ويلي وهم موته. ولما انسمع عن النسوان صوت اجت رملة تصيح الله أكبر. والله اجت رملة تصيح الله أكبر. في رواية تقول وقفت على باب الخيمة هذا والحسين منشغل بالبكاء وزينب تنظر. التفتت إلى الحسين. أخي حسين ترى أم القاسم واقفة على الباب تستحي تدخل. قم يا أبا عبد. قام أبو عبد الله ودخلت الأم. ألقت بنفسها على ولدي أنا من شفت عمك لبسها. تفصيل لك أنا من شفت عمك لبساك. تفصيل لك قلت الولد ما يعود من حومات. قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبة وشق على العريس جيبش يا زكية مرملة مذرأته رملة صرخت. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نحن المضطرون نسألك بحق المضطر صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين الطاهرين وبمولانا القاسم الشريد الطريد. إلا ما كشفت هذه الغمة عن هذه الأمة
نصرت مظلوميا لكت ظالميا حققت سؤلها ومطالبها فرجت عن أحرارها وحرائرها أرجعت مغتربيا ومفصوليها معززين مكرمين شفيت المرضى والمجروحين حفظت جماعتي الحاضرين سامعات وسامعين تقبلت منا ومنكم ومن القائمين على هذا الشرف العظيم إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى روح السيد كاظم السيد هاشم والحاج علي عبد الشهيد وإلى أرواح علمائنا وشهدائنا وخطبائنا وصلحائنا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على النبي وآله الطاهرين.